وقال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقال قل فأتوا بسورة مثله. يعني من هم، من أفصح العرب، من أفصح الناس؟ قريش، هؤلاء كانوا أفصح الناس. القرآن ظل يتحداهم ليس يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، تحداهم أكثر من 20 سنة. يعني العهد المكي على رأي جماعة من العلماء 13 سنة، والعهد المدني 10 سنوات، هذه أقل شيء 23 سنة. 23 سنة وهو يقول لفصحاء العرب وشعراء العرب الذين كان الواحد منهم يعني ينحت من الجبل ويتبارى الناس على حفظ قصائده، فصيح بليغ، إمام في الشعر، مع ذلك عجزوا عن معارضة آية واحدة، آية واحدة ما استطاعوا.